السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة عن حل الشيت رقم 2 اللي انا منزله لكم من كام يوم. خلينا نبدأ نحله مع بعض في السيكشن بتاعنا ده، السيكشن رقم 3. المسألة الاولانية في الشيت بتقول discuss the variance analysis for the following process data، ومدي لك الجدول اللي قدامك ده فيه مختلفة، وطالب منك انك تحسب ايه المين او الافريج والستاندرد ديفيجن والكوفيشنت اوف فاريشن. اول حاجه هنعملها مع بعض لما نيجي نلاقي مساله زي كده، اول حاجه اولا دي القوانين بتاعتي لازم تكون حافظها كويس جدا. المين عندي او المتوسط بيساوي مجموع القيم على عددها. لو انا عايز اجيب الستاندرد ديفيجن الجذر التربيعي ليه، القيمه الاولى ناقص المين أس 2 على N ناقص 1 على عددهم ناقص 1، والكوفيشنت اوف فاريشن الـ V هيساوي الستاندرد ديفيجن على المين مضروب في 100. خلينا بقى إيه نبدأ الحل المثال بتاعنا. القوانين اللي أنا قلتها دي تحفظها كويس وتمرن نفسك عليها كويس. آدي التيبل الأولاني، دي القيم اللي هو مديها لي. هبدأ أنا بقى أحل أعمل إيه؟ هسطر أنا الجدول ده، هعمل فيه الخانتين دول أول قيمة عندي الـ value والفريكوانسي. نيجي نشوف الفاليو، هبص في القيم اللي موجوده عندي، هبدا باقل قيمه فيهم وهي رقم 7، دي اقل قيمه موجوده في التيبل ده. هشوف يبقى انا اول فاليو عندي موجوده هي رقم 7. هشوف رقم 7 ده اتكرر عندي هنا في الجدول ده كله كم مره؟ هلاقيه دي اللي هي الفريكوانسي، هلاقيه اتكرر مره واحده فانا هكتب هنا رقم 1. نيجي للرقم اللي بعده هلاقي رقم 8، يبقى دي الفاليو عندي 8. هشوف رقم 8 ده الفريكوانسي بتاعه يعني اتكرر في الجدول ده كام مره، هلاقي رقم 8 اتكرر عندي 3 مرات، ادي مره ادي 2 ادي 3، فهكتب هنا 3. يجي للرقم اللي بعده رقم 9، نفس الكلام هحط القيمه بتاعتي 9 واشوف رقم 9 ده اتكرر في الجدول ده كم مره، وابدا اعد، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى الفريكوانسي بتاعي 6، وهكذا 10 لحد ما اخلص القيم اللي موجوده عندي. فانا اخر قيمه موجوده عندي في الجدول ده كانت رقم 13. عملت التيبل بتاعي، ابدا بقى استخدم القوانين اللي انا عرضتها لك من شويه علشان اجيب المين المتوسط او الاكس بار. طب المتوسط بتاعي هجيبه المتوسط لمين، للفاليو ولا الفريكوانسي؟ للفاليو، انا القيم اللي عندي هي اللي اللاين الاولاني ده. علشان نجيب المتوسط او المين يبقى هنعمل ايه؟ هنجمع القيم دي كلها على بعضها ونقسمهم على عددهم. هنجمع القيم دي على بعضها مجموعهم هيبقى 70، نقسمهم على عددهم، هم عددهم كام؟ 2 4 6 7، يبقى 70 على 7 بار هتساوي 10. معايا كده؟ الستاندرد ديفيجن، الستاندرد ديفيجن هتعمله زي المثال اللي احنا وتحط القيم كل قيمه تطرح منها الاكس بار لحد نفس المثال ده. احنا شرحنا المثال ده بالتفصيل في المحاضره، وادي الايكويشن بتاعت الستاندرد ديفيجن هتعوض فيها وتطلع قيمه الاكس بار. انا هنا حطالك الناتج بتاع الاكس بار بتاعك 1.36%. طيب الرسمه اللي موجوده قدامي، لو انا جيت طلبت منك ان انت ترسم لي القيم البروسيس داتا اللي انا مديها لك دي، فانت هتعملها لي بالمنظر ده، هتسقط لي القيم بتاعتك بالمنظر ده. هنا الاكس بار المفروض الشكل المنحنى ده يكون ده الستاندرد ديفيجن بتاعي، شكل التسلسل التدريجي بتاعي بيكون عامل ازاي. فانت هتاخد القيم بتاعتك وتنزلها بحيث انك ترسم لي المنحنى ده، ده في حاله ان انا اطلب منك رسم، ما تطلبش زي المساله دي مش مطلوب خلاص مش عايزك تعمل. المثال ده اللي انا مديه لك في المحاضره ارجو ان انت تحله كويس بايديك وتمرن نفسك كويس على الحل علشان تعرف تحل اي مساله اديها لك. الكوفيشنت اوف فاريان، الكوفيشنت اللي احنا طالبينه اللي هو الفي، هتاخد الستاندرد ديفيجن القيمة اللي انت حسبتها وتقسمها على المين وتضربها في 100. كل ما تكون قيمة الفي صغيرة يبقى كده أفضل ليا، أفضل بالنسبة لي، يبقى كده معناه إن الريسك عندي قليل.
تمام كده. نيجي نشوف المسألة الثانية، بيقول عندي إن في مانجر try to decide between two project A or B، فهو عايز بقى إيه، إداني الداتا بتاعة المشروعين وهيبدأ يطلب مني بقى شوية مطالب. طبعا أول حاجة بيقول لي أنهي مشروع المفروض إن هو يقبله ويقبله ليه، وبعدين بيقول لك بيدي لك يعني حاجات يساعدك بيها في الحل، يعني يقول لك متوقع بقى ان الريت اوف ريتيرن لكل بروجكت يكون كام، فانت طبعا هتحسب له الكلام ده، احسب لي الستاندرد ديفيجن اوف ريت اوف ريتيرن فور اتش بروجكت، احنا اي شغل هنعمله هنعمله البروجكت A لوحده وبروجكت B لوحده، والكوفيشنت اوف فاريشن، وهتختار له ما بين انهي مشروعين انهي افضل من المشروعين دول. لو هو ما ادانيش النقاط دي في المساله بس قال لي بس which project should you accept and why، فانت already هتحسب الاربع حاجات دول. معايا كده يا شباب؟ يبقى دي طريقه الحل بتاعتي. احنا خلاص متفقين على القوانين اللي هنشتغل عليها. هيزيد عليا هنا قانون جديد عايزك تحفظه كويس، وهو الريسك عندي هيساوي الامباكت في البروبابيليتي. يعني ايه؟ يعني الاكشن بتاعي اللي هيحصل واحتماليه حدوثه قد ايه، ده الريسك بتاعي. نشوف الكلام ده هيتطبق في المثال بتاعنا ازاي. ادي التيبل اللي هو مديهولك زي ما هو اهو، وادي الداتا بتاعت بروجكت ايه. نبص على بروجكت ايه هنلاقي انا في عندي نسبه ريتيرن مديني قيم ليها اهي، كل رقم على حسب الكيس بتاعته الفانكشن بتاعته، ومش مهم عندي انت فاهم الفانكشن دي كويس ولا لا، مش فارق معايا عشان كده انا مش متكلم فيها، انما انا فارق معايا اللي انا بتكلم فيه، انا نسبه الريترن بتاعتي قد ايه، طيب احتماليه انها تحصل قد ايه. معايا كده؟ يبقى ده القانون اللي انا لسه قايله لك. نيجي نتكلم على البروجكت ايه. الريسك بالنسبه للبروجكت ايه هيساوي، هناخد كل نسبه ريترن من دول، كل امباكت هضربه في نسبه البروبابيليتي بتاعته. يبقى النسبه الاولانيه بتاعتي 11% اللي هي 11 من 100 اهي، هضربها في النسبة بتاعتي اللي هي 20%. تمام كده؟ طيب هو ده كده الأكشن الأولاني. بعدين نيجي نشوف الأكشن الثاني، النسبة بتاعتي نسبة rate of return 18%، ده الإمباكت بتاعي، هضربه في probability اللي هي 30%، وبعدين هجمع عليه. أنا ليه بجمع؟ لأن أنا بشتغل في بروجكت واحد، كل الحاجات دي بتندرج تحت نفس البروجكت ايه، فبالتالي انا بجمعهم مع بعض في خطوه واحده. الاكشن الاخير، انا عندي نسبه الريترن بتاعتي 22%، ده كده التاثير بتاعي، هضربه في احتماليه الحدوث اللي هي 50%، هجمع بقى النتائج بتاعت الثلاثه دول مع بعض، يبقى دي القيمه بتاعتي اللي طلعت، يبقى ده كده نسبه الريسك الاولاني للبروجكت ايه، او نقول عليها زي ما هو مديني في المساله العائد بتاعي هنا البروجكت ايه هيكون كام. يبقى طلع عندي كام؟ 18.6%. نبدا نعمل نفس اللي احنا عملناه على البروجكت بي. دلوقتي انا الثلاثه اكشن بتوعي اللي موجودين، هناخد الامباكت في البروبابيليتي. الامباكت بتاعي اول حاجه ال 14% هضربها في البروبابيليتي في 50 اهي، 14% في 50 وهجمع عليها. اللي بعدها 18% في 30 اهو، هجمع عليها. اخر حاجه ال 20% في 20 دي صلحوها انتوا عندكم وخلوها 20 مش 50، دي غلط، خلينا نعملها هنا عشان ما تنسوش، دي 20. تمام كده؟ وطبعا هتراجع الرقم اللي هيطلع ده على الحسبه بتاعت ال 20، شوف الرقم ده هيطلع بالظبط كام. هو المساله الاساسيه، استنوا كده ما نشوف.
المسألة الأساسية 20 في 20. تمام، نيجي للخطوة اللي بعد كده. أنا هعتبر بقى الرقم اللي طلع عندي ده نسبة الريسك بتاعتي، أنا هعتبر إن الرقم ده اللي هو المين المتوسط بتاعي لكل مشروع. نيجي نحسب الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن عندي هعمل إيه؟ هاخد كل قيمة من دول كأنها الـ X1 X2 X3 معايا. التيبل اللي أنا ببقى عايزاك تعمله اللي هو ده، اللي هو التيبل ده، يبقى القيمة الأولانية عندي X1 اللي هي 11%، هطرح منها الـ X بار اللي هي المين اللي أنا هاخدها اللي هي القيمة دي 18.6 معايا كده، وهرفعها لأس 2 وهضربها. هضربها في كام بقى؟ أنا هنا هضربها في نسبة البروبابيليتي بتاعتي للكيس دي. معايا كده يا شباب؟ هضربها هنا في الـ 20%. نفس الكلام هنعمله في الخطوة اللي بعدها. 18% هشيل منها الـ X بار بتاعي اللي هو الريتيرن بتاعي، وهضربها في نسبة البروبابيليتي بتاعتي لحد ما اطلع واجمع الكلام ده كله على بعضه لحد ما اطلع الستاندرد ديفيشن بتاعي. طيب السي في اللي هو اللي احنا الكوفيشنت بتاعي اوف فاريانس اللي احنا قايلينه اللي هو الستاندرد ديفيشن على المين، طلع معايا النسبه بتاعتي دي. طبعا انت اضربها في 100 بقى علشان تطلعها لي في صوره نسبه مئويه. والكومنت الاخير اللي انت هتكتبه ان انت هتقول ان السي في بالنسبه للبروجكت بي اقل من السي في بالنسبه للبروجكت ايه، وبالتالي يبقى الافضل بالنسبه لي ان كل ما السي في تكون قليله ان ده كده معناه ان المشروع ناجح وان نسبه الريسك واحتماليه الريسك بتاعي تكون قليله، ففي الحاله دي انا هختار البروجكت بي. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه للمسالتين اللي انا مدياهم لك في الشيت ده. أرجو إن إحنا نمرن نفسنا ونحل المسائل دي بإيدينا كويس علشان أي مسألة زيها تقابلنا على المين أو الستاندرد ديفيجن نعرف نحلها. شكراً.